قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين إن إسرائيل استخدمت القوة المميتة في أراضي الضفة الغربية المحتلة وقتلت 10 فلسطينيين خلال 72 ساعة. وعبرت البعثة بحسب بيان صحفي عن قلقها البالغ إزاء تصاعد مستوى ما أسمته العنف في الضفة الغربية، وطالبت بفتح تحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة استنادا إلى القانون الدولي وفق البيان. من غزة ينضم إلينا صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. سيد عبد العاطي أهلا بك. إذا 10 شهداء خلال 72 ساعة وإعدام شاب من مسافة صفر في حوارة، هل يفيد القلق الأوروبي والأمريكي بخصوص انتهاكات أو رفع مستوى العنف من جانب الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، هل يؤدي ذلك إلى حماية دولية للفلسطينيين؟ بداية مساء الخير لك ولجمهور المشاهدين، والسلام والرحمة لأرواح الشهداء. نعم، كما ذكرت، هذه جرائم نكراء ترقى إلى مستوى جرائم حرب وتنتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. فمنذ بدء العام قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الضفة الغربية وحدها 159 شهيدا عبر عمليات قتل ميداني واقتحام للمدن، إضافة إلى ذلك أنها قتلت أيضا 52 شهيدا في الضفة في قطاع غزة عبر عدوان متواصل على المدنيين، كان أبرزها عدوان أغسطس. بالأمس كانت هناك جريمة بشعة كونها سجلت ووثقت، وهي نذر تصاعد الفاشية الجديدة في داخل دولة الاحتلال وصعود اليمين الفاشي العنصري الإسرائيلي. وبالتالي نحن إزاء عنصرية متطرفة يمكن أن تحدث أيضا جرائم أكثر مما حدثت في السابق، وباعتبار أن هناك مسلسل من الانتهاكات مستمر، هناك ازدراء لحق الفلسطينيين بالحياة، وأيضا هناك خشية حقيقية من تكرار مثل هذه الجرائم واستباحة دماء الفلسطينيين، وخاصة في ظل التصريحات التي تعطي لقوات الاحتلال اليد المفتوحة على الزناد وحرية إطلاق النار على حتى راشقي الحجارة، وأيضا إعدامات الأسرى والكثير من النقاط. أما حول سؤالك في أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، هذا التعبير عن الإديانات هو الحد الأدنى، وهو مهم ولكنه غير كافي، لأنه لا، طالما استمر إفلات قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين من العقاب ستستمر مسلسل الانتهاكات، وهذا ما طلبنا فيه مرارا وتكرارا. وطالما استمرت ردود الأفعال الفلسطينية بذات الطريقة وخاصة السياسية بعدم التحلل من التزامات اتفاق أوسلو والبناء على مقاربات القانون الدولي، طيب الاتحاد الأوروبي يؤكد على والمسائل تتطلب إجراءات. الاتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة التحقيق في هذه الانتهاكات والجرائم وضمان المساءلة حسب ما جاء في البيان. إلى أي حد هذا الكلام يمكن أن يكون داعما أساسيا وعمليا للجانب الفلسطيني في المطالبات بمساءلة إسرائيل في المحافل الدولية وخاصة في محكمة العدل الدولية؟ عن أي تحقيق يتحدثون؟ والجريمة تمت على مرأى ومسمع من العالم، والجميع لديه حكم باتجاه من القاتل وكيف كان الشاب يدافع عن نفسه، وأنه لم يشكل خطر على حتى الجندي الذي حاول اعتقاله، وكان بمقدوره حتى إطلاق النار على قدميه ولا بدلا من قتله بهذه الطريقة، حتى ما بعد أن سيطر عليه أطلق النار عليه ومنعت سيارات الإسعاف. هذه جرائم حرب مدانة وإزدراء لحق الناس في الحياة. لذلك كل مطالبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لا تزال دون المستوى المطلوب، ونحن لا نثق بأي تحقيقات تقوم بها دولة الاحتلال. ولك مثل أبرز التحقيقات التي جرت في مقتل أيقونة الحقيقة شيرين أبو عاقلي، وأيضا هناك عشرات الحالات التي هدف من ورائها التحقيقات الإسرائيلية والقضاء الإسرائيلي للتغطية على جرائم وانتهاكات الاحتلال. الأهم الآن هو مسار جاد لمساءلة الاحتلال بفتح تحقيق جاد من قبل مدعي عام محكمة الجنايات الدولية، واستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية، وعلى السلطة أن تحيل هذه الجريمة كما يجب أن تحيل ملف شيرين أبو عاقلة، فالسلطة لم تحل. هناك إرادة سياسية عاجزة، لغاية الآن لم يتم إحالة هذه الانتهاكات الجسيمة إلى المحكمة.
حتى نضمن سياقا من العدالة أو على الأقل إلزام للمدعي العام للمحكمة لفتح تحقيق جاد في هذه الجرائم، وأيضا تسريع إجراءات التحقيق في الجرائم السابقة عبر الإحالة التي تمت من دولة فلسطين بشأن جرائم الاستيطان. هل هي أما دون الحديث المستوى المرسل المطلوب سيد والمطالبات صلاح بالتحقيق هذا، بسبب عجز الاتحاد الأوروبي نعم عن هي وجود آلية لمحاسبة أو التحرك لمحاسبة إسرائيل، أم أن الاتحاد الأوروبي يعرف بأن أي محفل دولي سوف يكون هناك في وجهه معارضة حقيقية خاصة من جانب الولايات المتحدة، وبالتالي يعني فقط الأمور تأتي في إطار نعم الإدانات وأيضا الإعراب عن القلق كما جاء أيضا في البيان؟ نعم وإن كان هناك تمايز بين سياسات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فالولايات المتحدة الأمريكية منحازة بشكل كامل، بل تصل حد الشراكة الكاملة في جرائم الاحتلال عبر دعم عسكري وسياسي واقتصادي واستخدام حق النقد الفيتو. أما الاتحاد الأوروبي فيمارس سياسة نفاق وازدواجية معايير وتسييس لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. فالاتحاد الأوروبي متسبب في الجرائم التي تحدث بحق الفلسطينيين منذ وعد بلفور ببريطانيا وغيرها بالصمت على جرائم الاحتلال، وحتى أنه فشل في وقف اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية مع دولة الاحتلال التي يرهن ميثاق الاتحاد الأوروبي هذه الاتفاقيات بمدى احترام الدول لحقوق الإنسان. وهذا الأمر لم يتم من طرف الاحتلال الإسرائيلي عدا عن غياب التصويت ضد القرارات في الجمعية العامة مع الفلسطينيين، وبالتالي الاتحاد الأوروبي هو في هذه السياسة يساهم للأسف الشديد في إعطاء إسرائيل ضوء أخضر جديد للاستمرار في الانقضاض على حقوق الفلسطينيين والتنكيل بالفلسطينيين بشكل عام. لذلك لابد من تغيير حقيقي يتم عبر ضمان حركة حراكا جادا يضغط على الاتحاد الأوروبي للانصياع إلى قواعد القانون الدولي والقانون الدولي نعم الإنساني الذي هو طرفا فيها، وهذا أمر شكرا. غير ممكن إلا في حال تحركت الشعوب وساهمت في تغيير أنظمة الحكم القائمة ديمقراطيا. شكرا جزيلا لك سيد صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.